خالفت شرطة أبو ظبي 162 سائقا بسبب إلقاء المخلفات على الطرق والمرافق العامة أثناء قيادة مركباتهم خلال النصف الأول من عام 2022، ونصحت مستخدمي الطريق بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة. وذكرت شرطة أبو ظبي أن قانون المرور أوضح أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يعد مخالفة أثناء القيادة غرامتها 1000 درهم وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين. أكدت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات اتخاذ أعلى مستويات الجاهزية في قطاع النقل المدرسي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال الحافلات المدرسية المزودة بأفضل التقنيات لضمان توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة لأكثر من 24,000 طالب على مستوى إمارة دبي. وأكدت تاكسي دبي حرصها على استثمار خبراتها الواسعة لتطوير خدمات آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والمراقبة المعتمدة في الإمارة. نظمت شرطة عجمان مبادرة وياكم صيفنا بارد لإسعاد العمال تقديراً لعطائهم وصبرهم على العمل في الأجواء الحارة طوال فترة الصيف في مناطق متفرقة من الإمارة. وزار فريق من قسم الإعلام والعلاقات العامة وقسم الشرطة المجتمعية عدداً من المواقع في الإمارة، وتم توزيع المشروبات الباردة والوجبات الغذائية على العمال لرسم البسمة على وجوههم والتخفيف عنهم.